الجمباز سعيده سعاده غير طبيعيه بالنقله اللي حصلت والتطوير الكبير اللي حصل. زي ما حضرتك قلت فعلا الاجهزه اللي جت على اعلى مستوى، مواصفات عالميه معتمده دوليا من الاتحاد الدولي. مجلس اداره النادي مشكورا خد قراره بان لازم التطوير يحصل على اعلى مستوى. مفيش يعني نص نص، ممكن تعمل حاجات يعني توازنها ماديا، لا. المجلس كان عنده رؤية ان احنا لازم نجيب احسن مواصفات عالمية واحسن ماركات عالمية، وفعلا ده اللي حصل. المجلس قرر التطوير بالكامل من اول يوم، وده كانت في خطته اللي مرتبطة بالبرنامج عائلة الاهلي. وبمجرد ما المجلس وصل الى الادارة بدأ في اتخاذ قرارات واجراءات تنفيذية فعلية. إدارة النشاط الرياضي استلمت القرار ده بقيادة الكابتن رؤوف عبد القادر، وبدأت تشتغل بمنظومة متكاملة عشان نوصل لأن هذا الأمر يتم، لأن هذا الأمر فيه حسابات كتيرة جدا. هتشتري إيه ومواصفاتها إيه، واللعيبة والفرق هتروح فين، والمدة هتبقى قد إيه، وتوزيعة الصالة هتبقى قد إيه. عايزين نرفع معدل الأمان بالنسبة للأجهزة، لأن صالة الجمباز هي من ضمنها في التصميم لازم تبحث عن اعلى معدلات الامان عشان تحافظ على اللاعبين. فده تم كله عن طريق جهود كبيره جدا جدا من كل ادارات النادي، من كل العاملين في جميع الادارات المعنيه بهذا الامر، بتكليف من مجلس اداره النادي وباداره كابتن رؤوف عبد القادر. طبعا بشكر الدكتور مهند مجدي عضو مجلس الاداره اللي كان ماسك الملف، وبشكر كابتن ياسر عبد العال كان دينامو الحقيقه، يعني نائب مدير النشاط، يعني مش عايز اقول لك كل الناس كانت موجوده بتزق بشكل مبهر. وصلنا في النهايه الى هذا الصرح العالمي اللي قدامنا. ألف مبروك للنادي الأهلي والمجلس إدارته والأسرة الجمباز جوه النادي الأهلي. اللي احنا شايفينه النهاردة هو فعلا مجهود سنة تقريبا. احنا كاتحاد مصر الجمباز النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب كان طلب مننا المشورة والمعاونة الفنية، وجينا عملنا عدة اجتماعات من سنة فاتت جهزنا فيها ايه أفضل الإمكانيات وأفضل السبل وأفضل الشركات اللي ممكن تجهز الصالة، لحد ما رسى الموضوع على الشركة الفرنسية. بعدها حصلت مشاورات بيننا وبين الشركة وما بين النادي وما بين الاتحاد لوضع أفضل تصميم لاستغلال المساحات اللي موجودة هنا في الصالة. الحقيقة النادي الأهلي جاهز الصالة بأحسن إمكانيات موجودة عالمياً. الصالة النهاردة تعد من الصالات رقم واحد في مصر، أعلى مستوى، أعلى سيفتي. إحنا كان عندنا مشكلة هنا في النادي الأهلي رهيبة فعلاً، وكانت بتمثل خطورة على الـ على الـ على اللاعبين، وكان في إصابات كتير جداً في الملعب. والحقيقة ده اللي في أول اجتماع مع كابتن محمود الخطيب وكنا اتكلمنا معاه وقلنا له إن في مشكلة. الراجل لم يتأخر وأخذ قرار فوري ببداية العمل في هذا المشروع. والنهاردة فرحتنا، يعني احنا طبعا عشان متحيزين شويه للعبه الجمباز، احنا فرحتنا كبيره جدا 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 زينا زي اعضاء النادي الاهلي، لان الصرح ده زي ما هو بيضاف للنادي الاهلي فهو بيضاف لاسره الجمباز.